الأخ إيهاب منصور يقول: ما صلة رفع الإصبع بالجنازة؟ أقول: الصلة يا إيهاب ابن منصور أن الذي يرى الجنازة يقول لا إله إلا الله، فيصاحب قول لا إله إلا الله بالإشارة، يقول: لا إله إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأحيانا يصاحب قول لا إله إلا الله بالإشارة بالإصبع، بالإشارة بالإصبع. هذا هو الوضع، وبالله التوفيق.